أثار كلب في جمهورية جورجيا ضجة كبيرة على الإنترنت، وده بعد ما تم تصويره وهو بيساعد مجموعة من الأطفال على عبور شارع مزدحم. تعالوا نشوف الفيديو. أثبتت واحدة من الدراسات التي أقيمت في نيويورك إن الطلاب بيأدوا بشكل أفضل في الفصل لما بيتم مدحهم من خلال المعلمين، وده بدلاً من توبيخهم لكونهم سيئين. وأظهرت الأبحاث السابقة إن المعلمين غالباً ما بيميلوا إلى توبيخ الطلاب بسبب سلوكهم بالمشاكل أكتر من الثناء عليهم، وده شيء ممكن يكون ليه تأثير سلبي على الفصول الدراسية وأداء الطلاب.